تركيب الدعامه علاج جذري ونهائي للعجز الجنسي، ده كلام صح محدش يقدر ينكره، ولكن الرجل اللي مركب دعامه عنده يقين ان الدعامه هتديله متعه 3 4 ساعات على الاقل في اللقاء الواحد، وعايز يعود بقى المتعه، يجي يمارس العلاقه بيتفاجئ بمفاجاه صادمه ان هو ميعاد القصف العادي بتاعه بعد دقيقه 2 3 4 نص دقيقه وات ايفر، لاحظوا ان معظمهم كبار سن وعندهم امراض، فطبعا مجرد ما بيحصل القصف بيكتشف ان مفيش متعه، متعه اختفت، دخل في حاجه اسمها مرض جنسي، يعني ايه؟ مش حاسس بحاجه، بيكمل بشكل الي زي الروبوت او الانسان الي عشان يرضي الطرف الاخر اللي معاه شريكه الجنسي، بينما هو بالنسبه له الفيشه اتشدت جيم اوفر، فطبعا بيكتشف ان الدعامه رست على انه بيستمتع بنص دقيقه ولا بدقيقه ولا عده ثواني وشفناها، فطبعا الحل ايه؟ ان احنا بنعمل له عمليه تاخير القصف، بنعمل له عمليه علاء عجلان عشان ناخر القصف. عمليه علاء عجلان ببساطه ان احنا بنقص حته جلد صغيره من مكان الطهاره منطقه دلتا واحدى العضلات اسفل الاضيق في مجموعه العضلات بنقص واحده اسمها بلبس بنجوز. ادي واحد ادي اثنين. العمليه مدتها دقيقتين اثنين. ما هي ادي واحد اثنين هتاخد ايه وقت دي؟ من نفس جرح الدعامه ما بتعملش الجرح الجديد. العمليه دي بتزود مده المتعه اضعاف مضاعفه ووقت وفرق واضح وما بتاثرش على الانجاب ما بتاثرش على الانتصاب، انا كده كده بركب دعامه بس هي عشان بنعملها لاشخاص ما عندهمش دعامات برضه. وطبعا ما بتاثرش على الاحساس ونتيجتها دائمه وفوريه. العمليه امنه وجذريه وما لهاش بديل دوائي جذري، لو في علاج دوائي جذري هقول لك ماشي. لكن مفيش حل جذري. يبقى اذا عشان اخلي المريض يستفيد بالدعامه بما يرضي الله، وانا بتكلم كلام بالبلدي بقى، انا مش عايز دكاتره تسمعني، انا عايز ناس تسمعني ناس عقل. المريض اللي بيفهم بيريح. وانا بقولها بمنتهى الصراحه، المريض اللي بيفهم بيريح. ليه؟ لان الدنيا اتغيرت. المريض بدل ما يلف على دجالين وعطارين وبدل الدكتور الف لا، يبقى عارف من الاول يعمل ايه؟ هيريح نفسه قبل ما يريح الطبيب. انت دلوقتي هتعمل دعامه كده كده، بتعمل عمليه، تاخد دقيقتين معاها وترتاح بقيه عمرك ولا تكمل ادويه بقيه عمرك؟ ما هو لو في علاج دوائي جذري هقول لك ماشي. لو العمليه غير امنه هقول لك برضه ماشي. انما ايه اللي غير امن في العمليه؟ منطقه دلتا الناس اللي متطهره في الارياف بيبقوا شايلينها في الطهاره. مش موجوده ما عندهمش مشكله. وفي ناس خلقيا العضله اللي بتوصلها بالزونج دي مش موجوده عندهم خلقيا وما عندهمش مشكله. يبقى ما تقولش ان العمليه غير امنه لان ده خلاف الواقع العلمي. وما تقولش ان في علاج دوائي جذري لان ده مش موجود. يبقى عشان تعمل دعامه تستمتع بيها دقيقه ولا دقيقتين ولا ثواني ولا تستمتع بيها اضعاف المده دي؟